السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي القناة الكرام، كنتمنى باش تكونوا بخير وعلى خير في أحسن حال إن شاء الله. إذا فيديو اليوم غادي نخصو لتتمة القصة اللي شفناها في الفيديو السابق، اللي بطبيعة الحال كنتمنى اللي مازال ما شافهاش يدوز يشوف ديك الفيديو هذاك باش يكون كما كنقولوا يستفد أكثر في الفيديو هذا لأنه متعلق بالفيديو السابق. وغادي نحاول ما امكن نعطي واحد الملخص بسيط على القصه اللي شفناها، يعني البدايه ديال اللي شفناها في الفيديو السابق، باش تكونوا يعني نحطكم في الكونتكست ديال هاد الاستوار اللي شفناها. فوالا، كان جوج ديال العلماء بطبيعه الحال كما كنشوفوا لي دو شيف، اذا جوج ديال المعزات كما كيقولوا، وحده بيضاء واخرى سوداء، كل واحدة من جا كاين الحفرة في الوسط، وكاين كما كنشوفوا في الصورة كاين واحد الخشبة ولا واحد اللوحة اللي هي كتلعب الدور ديال الجسر، فاللي كيبغي يقطع يعني باش يجتاز ديك الحفرة هذه كي كي كيمر عبر ديك الخشبة هذيك. اللي غادي يوقع هو ان بجوج بيهم بغاو يجتازوها في نفس الوقت، فبالتالي ملي وصلوا للنص ديال الطريق اذا بغينا نقولوا، كيلقاو بانه ما كاينش اتساع باش يدوزوا بجوج، اذا خصها وحده ترجع باش الاخرى تكمل وتوصل للجانب الاخر. ديك الساعه الثانيه بطبيعه الحال بامكانها باش تقطع ديك الحفره هذيك بسلام. فبالتالي غادي نشوفوا ان كيفاش يعني غادي تتم يعني التتمه ديال هذه القصه، شنو غادي يوقع فيها. وبطبيعه الحال ما عليكم غير تكملوا الفيديو اذا جات على خاطركم حتى الاخر بطبيعه الحال، باش يعني تعرفوا شنو غادي يوقع في الاخير. وفوالا، يعني انا متاكد بانها قصه يعني غادي تكون مفيده. وكما كنقول دائما بان لوبجيكتيف ديال هذه الفيديوهات هذه هي تنميه الرصيد اللغوي بالنسبه بطبيعه الحال اللغه الفرنسيه. كنشوفوا فيها كلمات وكنركزوا على كلمات ولا عبارات اللي هي كتستعمل بزاف، يعني كتداول بزاف وكتجي بزاف في اللغه الفرنسيه، فبالتالي هاد النصوص هذه صدقوني راها مفيده بزاف، واذا تبعتوها راه غادي تستافدوا بزاف ديال الحاجات. كوسوسوا بالنسبه للاطفال الصغار، كوسوسوا بالناس بطبيعه الحال حتى الكبار اللي هما يعني باغيين يتعلموا اللغة الفرنسية او المستوى ديالهم ناقص، او مثلا شحال هادي ما قراو الفرنسية، فبالتالي من خلال هاد النصوص يقدروا يتذكروا بها داكشي اللي هو يعني كما كنقولوا يحيوا صلة الرحم مع اللغة الفرنسية. اذا كما قلت لي دو شاف غادي نقرا، بامكانكم تقراو معايا كما بامكانكم بطبيعة الحال تبعوا معايا. Mais la petite chèvre blanche ne voulait pas retourner. Elle voulait passer la première. Et dans آخر حاجة شفناها في الفيديو السابق أو في الجزء الأول من القصة، هو أنها كانت لا شيفغ يعني النوار بطبيعة الحال السوداء، طلبت من المعزة البيضاء باش ترجع اللور، باش ترجع اللور وتخليها تقطع، وديك الساعة هي ديك الساعة تقدر بدورها. فبالتالي هذيك المعزة البيضاء غادي ترفض باش ترجع له. Si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à maman. À maman chèvre. Elle a de grandes cornes et elle viendra te corner. فبالتالي غادي تهددها تقول لها إذا ما خليتينيش ندوز غادي نقولها بطبيعة الحال يعني الأم ديالي اللي هي عندها بطبيعة الحال قرون كبار، فبالتالي غادي تنضحك. Eh bien moi, si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à mon papa chèvre, il viendra corner ta maman. غادي تهدد عليها الأخرى وغتقول لها شوف إذا ما خليتينيش أنا ندوز، فبالتالي غادي نقولها للبابا، فبالتالي هو غادي يجي غادي يعني ينطح الأم ديالك. Laisse-moi passer ou je vais te donner un coup de tête. Non, je vais passer avant toi. فبالتالي هنا كيتغنوا بطبيعة الحال، حتى وحدة ما بغات تخلي الأخرى باش ندوز، فبالتالي كاين العناد بيناتهم. Et la petite chèvre noire baissa la tête et donna un grand coup avec son front à la petite chèvre blanche. فبالتالي السوداء غادي تقوم بنطح يعني المعزة البيضاء يعني بواحد يعني الضربة على الرأس.
chair est blanche, baissa aussi la tête et pan. Elle donna aussi un coup avec son. إذا كردة فعل غادي تقوم بطبيعة الحال المعزة البيضاء بنطح يعني المعزة الأخرى باش تنتقم لنفسها. بان 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 لي دو شيفر سو بوسي افيك لو تيت اي سافي فو سكي اريفا. بطبيعة الحال بقاو كيتعاركو كيتناطحو كما كنشوفو في الصورة داكوغ. و بطبيعة الحال غنشوفو شنو غادي يوقع من بعد. Elles se poussèrent bien fort et patatra et patatra, elles tombèrent toutes les deux dans le fossé. Iden humen saoub ennahum rahum fouk dik l'hufra. Fibitali mlibkaw kit sarou kit natou kit arko gadi tihoub jouj bihum min ala dik l'louha ou gadi jiou f'l'hufra. Elles se firent bien mal sur les pierres du fossé. B. 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 Elle bêlait tristement. Elle ne pensait plus à ce dispute. طبيعة الحال غادي يسقطوا على شي حجر اللي كاين تما في ديك الحفرة، فبالتالي غادي يتقصحوا وغادي يكونوا بحال اللي غيتنادم معاهم. كانوا عارفوا بلي غادي يحصل لهم هادشي هذا، ما كانوش غادي يتعاركوا اصلا. Elles remontèrent sur le chemin en boitant et en bêlant. Et retournèrent à leur bergerie chacune de son côté. Voilà ce qui arrive bien souvent lorsqu'on se dispute. Idem, غادي يرجعوا للطريق، فهمتي اللي كانوا بطبيعة الحال في الأول قبل ما يسقطوا في الحفرة، وغادي كل واحدة فهمتي غادي يرجعوا يعني للبلاصة اللي كيكونوا فيها بطبيعة الحال. بالفرنسية كنسميو هذيك الحظيرة ديال مثلا ديال الماعز و الخرفان الى اخره، كنسميوها لا بيرجوري داكو. فبالتالي كي كما كنقولوا حنا تعلموا هذا الدرس، بانه ملي كندب زوره دائما كيكون واحد العاقبه سيئه اللي كتحصل. فبالتالي كاين بعض العبارات وبعض الكلمات اللي غادي نركزوا عليها من خلال احد النص اللي قريناه مهم بزاف. اذا كي D'accord. On peut dire aussi se passer. Savez-vous ce qui est arrivé? D'accord. Et donc, arrivé, il y a se passer. Il y a juge des kalimat, il y a un domaine de ce Belé. On ne dit pas la chèvre crie, on dit elle belle. Et donc, saut. Ou le sourach, ou le librina d'il maïs, qui est ma. le verbe belle, d'accord, le verbe belle. Donc on peut dire la chèvre belle ou le mouton belle, d'accord. Et donc tous les animaux ont un son différent que nous utilisons. Généralement, nous utilisons des expressions différentes pour parler des sons différents des animaux. Se disputer, et donc Jean et Louis jouent toujours ensemble, mais Jacques et Gaston se disputent toujours. Et dans se disputer, il y a, yani, quand t'argo, quand t'debzo. Boiter. Quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Et dans le cas de la maladie, quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Et dans le cas de la maladie, quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Et dans le cas de la maladie, quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Et dans le cas de la maladie, quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Et dans le cas de la maladie, quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Et dans le cas de la maladie, quand on a mal à un pied, on marche en boitant. Et dans le cas de la maladie, quand on a أو للمعز إلى آخره. me laisse pas passer, je le dirai à maman. إذا هذه العبارة هي مهمة بزاف. إذا ما خليتينيش ندوز غادي نقول للأم ديالي. Si tu ne me laisses pas passer, je le dirai à maman. Laisse-moi passer ou je vais le dire à maman. خليني ندوز أولا غنقول للأم ديالي. بطبيعة الحال نفس الفكرة ولكن معبر عليها بطريقتين مختلفتين. دي كوب تات يعني ضربات بالرأس. دي كوب تات. شاكان دو سون كوتي، كل واحد من جانبه. إذا فوالا، كنتمنى باش يعجبكم هذا الفيديو هذا. بطبيعة الحال إذا عجبكم ضغطوا على زر إعجاب وحاولوا تشتركوا في القناة باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا، وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. وإذا كان شي سؤال ولا شي تعليق مرحبا به، غادي نجاوب عليه. وإلى فيديو مقبل إن شاء الله.